تاريخ 20 من أوت محطة تاريخية هامة في مسار الثورة التحريرية، والجزائريون يستذكرون رموز النضال السياسي. عاصمة الأوراس باتنا تخصص ميزانية خاصة للشعراء إحياء للذكرى المزدوجة لعيدهم الوطني ويوم رحيل شاعر الثورة مفدي زكريا. وفي النشرة الثقافية جولة إلى عروس الساحل الشرقي جيجل التي تتنفس فنا وإبداعا. مشاهدينا اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم، اهلا بكم.